هي العوامل اللي بترفع من نسبة الإصابة بسرطان الثدي؟ السرطان من أكتر السرطانات الموجودة للأسف في مجتمعنا، سواء كان المجتمعات العربية أو الأوروبية أو العالم كله. سرطان الثدي تقريبا المعدل بتاعه واحد ما بين معظم الدول، وهو واحدة سيدة لكل 8 سيدات بتصاب بسرطان الثدي، ودي طبعا نسبة كبيرة. والموضوع ده مخلي إن سرطان الثدي من التحديات طبعا اللي بتواجه المجتمعات عموما، وعشان كده في مبادرة في مصر للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمبادرات دي موجودة في كل العالم، لأن سرطان الثدي فعلا من التحديات القوية اللي بتواجه المجتمعات الصحية في كل حتة. طيب خلينا نقول إيه هي العوامل اللي بترفع من نسبة الإصابة بسرطان الثدي. أول حاجة خلينا نقسم العوامل دي لتو كاتيجوريز، يعني حاجتين رئيسيتين. أول حاجة عوامل أنت تقدري تغيريها، وتاني حاجة عوامل ما نقدرش نغيرها، يعني عوامل مفروضة عليا أنا مش هقدر أغيرها، فدي ما باليد حيلة. أما العوامل التانية فهي عوامل ممكن تتغير، وأنا ممكن أغير من أسلوب حياتي أو طريقتي عشان أقلل من نسبة الإصابة بسرطان الثدي. طيب تعالوا نقول إيه الأول العوامل اللي أنا ما ينفعش أغيرها، حاجات out of my hand، أنا حاجات مش هقدر أغيرها ولكن بنتعامل معاها على وضعها وخلاص. العوامل دي انا مش هقدر اغير فيها حاجة. اول عامل من العوامل دي ان انت سيدة مش رجل. السيدات طبعا بتصاب بسرطان الثدي تقريبا من 8 ل 9 مرات اكتر من الرجال. سرطان الثدي في الرجال هو سرطان نادر، اما سرطان الثدي في النساء هو شيء اكثر شيوعا، تقريبا اول او تاني نوع من انواع السرطان شيوعا في السيدات هو سرطان الثدي. فعشان كده ان انت سيدة ده ريسك فاكتور او عامل خطورة ان يجيلك سرطان ثدي. تاني حاجة، لو ان انت جالك اصابة سابقة بسرطان الثدي بيبقى عندك طبعا برضو عامل اكبر شوية ان انت يعاد اصابتك بسرطان الثدي. عشان كده دايما اي واحدة او اي سيدة فاضلة بعد العلاج بتاع سرطان الثدي بنبدأ معاها دايما المتابعة والمتابعة الدورية بالاشعاعات والتحليل وكده، عشان ما يرتجعش المرض ان شاء الله، وما يبقاش في ارتجاع لاي ورم لا قدر الله، سواء في نفس المكان او في الثدي التاني. حاجة اسمها ان انت تقدمك في العمر، تقدم العمر الست كل لما تكبر كل لما احتمال اصابتها بسرطان الثدي بيزيد. اكتر سن بنبدأ يعني يبدأ سرطان الثدي يبدأ فعلا يبقى كومن بعده او يبدأ شائع بعده هو المفروض سن 50 او 55، ومع ذلك احنا بنشوف ناس كتير جدا جدا في هنا او بره او في كل مكان الصراحة انا رحت او اشتغلت فيه، بشوف ناس كتير قوي تحت السن ده، والسرطان الثدي للأسف بدأ حتى ينتشر من سن العشرينات، اوائل العشرينات في حالات، التلاتينات حالات كتير، اربعينات حالات كتير. ولكن المفروض سن السرطان الثدي اللي هو مفروض ان السرطان يبدأ يبقى فعلا significantly او بشكل واضح ان هو فعلا معدل اكبر، ان هو مفروض فوق سن 50 او 55 سنة. طيب ايه تاني كده؟ قلنا اول حاجه ان انت واحده ست ده عامل خطوره، تاني حاجه ان انت يكون جه عندك سرطان ثدي قبل كده، تاني حاجه ان انت بتكبري في السن، تالت حاجه ان انت جالك حاجه اسمها ايرلي مينارك، ان انت جالك اول دوره شهريه او بدات تجيلك الدوره الشهريه في سن صغير او مبكر قوي، يعني تحت سن ال 12 سنه. يعني لو السيده بدا يجي لها الدوره الشهريه، لو البنت بقى بدا يجي لها الدوره الشهريه تحت 12 سنه، 12 سنه فيما اقل، فده بيدي ريسك فاكتور ان هي او عامل خطوره ان هي نسبه يعني نسبه اعلى شويه من الناس العاديه ان يجي لها سرطان في الثدي. الحاجه الثانيه ان هي حاجه اسمها ديلايد مينيبوز، يعني الست الانقطاع الطمس عندها يتأخر، انقطاع الطمس عندها يتأخر عن 55 سنة، يبقى عندها 55 سنة ولسه في طمس ولسه في الدورة شغالة. يعني الحاجات دي ليه؟ لأن دايما سرطان الثدي جاي ليه علاقة بالتعرض الكتير للهرمونات الاستروجين والبروجستيرون بشكل كبير، فانت لما يجيلك الدورة بدري قوي انت كده هتتعرضي لهرمونات مدة طويلة من حياتك، ولما يجيلك لما الدورة تنقطع في سن كبير قوي برضو هتفضلي متعرضة لقدر كبير من الهرمونات في حياتك. وبنفس الكونسبت يبقى برضو استخدام الهرمونات بشكل كبير او شكل مدة طويلة
مثلا زي السيدات اللي بينقطع عندهم الطمس وبيفضلوا ياخدوا هرمون ريبليسمنت ثيرابي اللي هو الهرمونات التعويضيه لمده كبيره تزيد عن 5 سنين. الهرمونات التعويضيه دي لقوا برضو ان انت بتعرضي جسمك لمده طويله من التعرض للهرمونات، فبيكون في ريسك فاكتور او عامل خطوره ان انت تصابي بسرطان الثدي. وكذلك الكونترسبتيف بيلز اللي هي الحبوب منع الحمل الهرمونية أو الهرمونات عموما في منع الحمل برضو لا يفضل استخدامها أبدا لمدد طويلة. طيب قلنا كده حاجة جديدة اللي هو قلنا زي ما قلنا ان انت يكون جالك الدورة في سن صغير قوي تحت 12 سنة، او الدورة ما انقطعتش عندك لغاية ما عديتي ال 55 سنة، واستخدام الهرمون ريبليسمنت ثيرابي او الهرمونات التعويضية او استخدام حبوب منع الحمل لمدة طويلة. عندنا عوامل تانية برضو انت مالكيش يد فيها، زي ان انت تكون تعرضتي للاشعاع سواء كان في مثلا علاج لورم في الثدي، او تعرضت لإشعاع لعلاج اورام زي اورام الغدد الليمفاويه اللي كان زمان برضو بياخدوا جزء كبير من الشيست وول اللي هو من الثدي او الثدي الاخر يتعرض للاشعاع بدرجه كبيره، فده كان بيدي برضو عامل خطوره ان السيده تصاب بسرطان الثدي لا قدر الله، وممكن عندها ليمفوما او عندها ورم تاني. طيب في حاجه برضه مالكيش يد فيها، الجينيتك ميوتيشن، ان انت يحصل لك تغير في الجينات زي جين البراكا 1 جين البراكا 2 بعض الجينات الاخرى زي البي 53 وجينات تانية كتير، ان يحصل جينيتك ميوتيشن فيبدا يحصل لك لا قدر الله اورام سرطانيه بسبب الميوتيشن ده اللي حصل، ومن اشهرها البراكا 1 والبراكا 2 واللي بتعمل اورام في الثدي والمبيض واماكن تانية. طيب الفاميلي هيستوري، ان انت يكون عندك تاريخ مرضي في العائله سواء كان جينيتك ميوتيشن او سواء كان من غير سبب جيني، يعني انت مثلا الوالده او الاخت او العمه او الوالده او الاخت الخاله الجده الناس من الدرجة الأولى، لو عندك مصابين من الدرجة الأولى في العائلة بسرطان الثدي ده برضو بيرفع من معدلات الإصابة بسرطان الثدي عند السيدة اللي ليها قرايب من الدرجة الأولى زي الأم زي البنت زي الخالة زي الجدة، كل دول بيرفعوا من درجة الإصابة أو من معدلات الإصابة والخطورة لسرطان الثدي. ولكن خد بالك من حاجه، ان زي ما انتوا كاتبين كده في الكومنتس ان العامل الوراثي مش حاجه اساسيه على فكره، يعني هو من 10 ل 15% فقط من العوامل اللي بتؤدي لارتفاع نسبه الاصابه بسرطان الثدي عند السيدات هو العامل الوراثي، هو مسؤول فقط عن 10 ل 15% من الحالات. يبقى كده احنا خلصنا البولة الاولانية اللي هي الحاجات اللي انت مش في ايدك ما تقدريش تغيريها. قلنا ان انت واحدة ست، انت سيدة، فممكن ان انت احتمال يجيلك سرطان ثدي اكتر بكتير من الرجالة بنسبة 8-9 لواحد. اول حاجة ان انت واحدة ست، تاني حاجة ان انت بتكبري في السن، تالت حاجة ان انت عندك بتاع ده صبتي قبل كده بسرطان الثدي، تالت حاجة تعرضتي للإشعاع قبل كده في منطقة الصدر، وبعد كده عندنا الجينيتك ميوتيشن أو التغير الجيني، الطفرات الجينية أو العامل الوراثي، كل دي من الحاجات اللي انت مش هتقدري تغيريها وبترفع من معدلات الإصابة بسرطان الثدي. طب نيجي للدراع التاني أو المكان التاني اللي هو ايه الحاجات اللي أنا أقدر أغيرها وبرضه بترفع من معدلات الاصابه بسرطان الثدي. الحاجات اللي انا ممكن اغيرها اللي هي الفيزيكال ان اكتيفيتي، ان انا ما اكونش بعمل رياضه، السمنه، الكحول، ان انا اكون بشرب كحوليات وده طبعا اكتر في المجتمعات الغربيه، ان انا اكون زي ما بقول ما بتحركش المكان ما بعملش اي رياضه او اي مجهود، ان يكون في سمنه، السمنه مرتبطه مباشره بسرطان الثدي بعكس مثلا التدخين اللي الدراسات اللي ربطت ما بين التدخين وسرطان الثدي قليله شويه. طيب ناس بقى كتير بتتكلم وكتب الحمل والرضاعة والجواز، الحمل والرضاعة والجواز الثلاث حاجات يعني اللي هي الحمل والخلفة والرضاعة من الحاجات اللي بتقي من سرطان الثدي، اللي بتقي من سرطان الثدي، يعني الست اللي اتجوزت وحملت عندها اقل عرضة لاصابة بسرطان الثدي عن اللي ما اتجوزتش او اللي ما حملتش او اللي ما رضعتش او اللي ما خلفتش، يعني كل دول اكثر عرضة من مثيلاتهم اللي خلفوا ورضعوا وحملوا، دول اقل عرضه للاصابه بسرطان الثدي من اللي ما عملوش كده. لو انت اول حمل ليكي كان فوق ال 30 سنه برضو اكثر عرضه من اللي حملت قبل 30 سنه، يبقى اللي اتجوزت وخلفت ورضعت دول اقل عرضه من الاصابه بسرطان الثدي عن مثيلاتهم اللي ما عملوش كده.
ودي محطوطه من الحاجات اللي انت ممكن تقدري تعمليها متحكمه فيها، مع ان احنا دي حاجه اسمها نصيب يعني، واحد الجواز والخلفه والحمل والحاجات دي كلها اسمها نصيب، ثم حاطينها بره من الحاجات اللي ممكن انت في ايديك انك تعدليها. طيب ايه تاني من الحاجات اللي انت ممكن تعدليها؟ حاجات كتير هم رابطينها برضو، حبوب منع الحمل من الحاجات اللي انت ممكن ما تاخديهاش، الحاجات الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، الحاجات اللي هي الهرمونات التعويضيه انت ممكن ما تاخديهاش تمتنع عنها، كل الحاجات دي مرتبطه بارتفاع نسبه الاصابه بسرطان الثدي، وانت ممكن تعدليها وما تاخديهاش وتبعدي عنها. ايه تاني؟ حاجه برضو، برضو فيها حاجات تانية غريبه شويه، يعني يقول لك مثلا لقوا ان الناس اللي بتشتغل نايت شيفت، الناس اللي السيدات اللي بيشتغلوا بالليل، انا ما اعرفش حد بيشتغل بالليل التمريض مثلا، حد كل الناس بتشتغل بالنهار، اللي بيشتغل بالليل التمريض مثلا او الناس اللي عندها نايت شيفت اللي بيشتغلوا بالليل، لقوا ان هم اكثر عرضه للاصابه بسرطان الثدي عن مثيلاتهم اللي بيشتغلوا في الدوام العادي اللي هو الصباحي، يعني السيدات اللي بتشتغل في الدوام المسائي اكثر عرضه للاصابه بسرطان الثدي من الناس اللي بتشتغل في الدوام الصباحي، وده طبعا هيخض ممرضات كتير، الترايل الداتا بتاعتها مش قويه قوي ولكن موجوده. الربط ما بين الاصابه بسرطان الثدي والتدخين مش قوي قوي ولكن موجود في برضو بعض الدراسات. طبعا بقى الحاجات التوكسنز اللي في الجو او في الاكل او في الحاجات دي، يعني في دراسات بتربط ما بين الاصابات بسرطان الثدي زي ما اتكلمنا قبل كده في حاجات كتير، ولكن الايفيدنس بتاعها او الدليل العلمي بتاعها مش بقوه كبيره لدرجه ان هو يتحط من الحاجات المهمه في الريسك فاكتورز او العوامل الخطوره. يبقى ايه عوامل الخطوره اللي انت ممكن تتفاديها؟ اول حاجة نعمل رياضة، تاني حاجة نخس وما نصيبش نفسنا اوفر ويت او يكون في سمنة، ما نشربش الكحول، ما نشربش سجاير، نعمل رياضة، ما ناخدش هرمونات لمدة طويلة تعويضية، ما ناخدش هرمونات منع الحمل لمدة طويلة، نتجنب التعرض للاشعاع، ناكل اكل صحي ونشرب شرب صحي. ولو انت ممرضة قولي لهم بقى انا مش عايز اشتغل بالليل، مش عارف والله الموضوع ده ايه، بس يعني لسه موضوع في ايفيدنس، ولكن ان شاء الله يكون في معلومات تانية بعد كده عن الموضوع ده ونتأكد منه، هو وحاجات تانية كتيرة برضو عايزة تتربط ما بين سرطان الثدي وبين العوامل المحيطة بينا. شفت برضو ناس بتتكلم على موضوع الزعل والتأثير النفسي والحالة النفسية، الموضوع ده عام، هو زي موضوع الأكل الصحي، زي موضوع التأثر النفسي، زي موضوع الحالة النفسية، زي موضوع اللي هو زي بيقولوا الزعل أو التأثر النفسي، الحاجات دي عموما مش هتبقى سرطان ثدي بس، ومفيش ايفيدنس برضو قوي لكيفيه حدوث الحاجه بالظبط، يعني واحد زعل يقول لك ده زعل جاله سكر، ده زعل جاله ضغط، ده زعل جاله كانسر، الموضوع ده مش معروف اليته بالظبط، هو معروف ان الزعل والحاله النفسيه السيئه بتاثر على الجهاز المناعي للبني ادم، ومن نظريات كتير قوي بتقول ان ظهور الكانسر اصلا عباره عن ان الجهاز المناعي كان متظبط او ما كانش شغال كويس، يعني كلها نظريات تحتمل الصحة، في رأيي الشخصي تحتمل الصحة أكتر كتير من الخطأ، ولكن الإثبات العلمي اللي هو الواضح اللي هو كذا يجيب سرطان، الزعل يجيب سرطان، ما فيش إيفيدنس قوي، ولكن ما زلنا بنحطه في موضوع الاحتمالات. كده احنا خلصنا الموضوع، موضوع العوامل اللي بترفع من نسب الإصابة بسرطان الثدي. طبعا مش كل الحاجات دي زي بعض، يعني الكحول مش زي مثلا الهرمون، مش زي العامل الوراثي، مش زي التعرض للاشعاع، الحاجات دي مش كلها زي بعض في رفع نسبه الاصابه بسرطان الثدي، ولكن اتفقنا واتفقت المجتمع العلمي والتجارب العلميه والترايلز على ان الحاجات دي كلها بترفع من نسب الاصابه بسرطان الثدي. يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وسعاده، ربنا يبعد عنكم كل شر، ربنا يبعد عنكم اي سرطان واي مرض واي حاجه، وتفضلوا دايما بصحه وعافيه. اشوفكم قريب في حلقه تانية وكلام عن موضوع جديد، والسلام عليكم.